بفقرة حزال النهر لليوم موضوعنا رح يتمحور حول الخادم والخدمة، أكيد بمشاركة ضيفنا اللي جدا مميز الأب القس جورج باسوس كهن بأبرشية كندا للسريان الأرثوذكس. بارخمور أبونا. أهلا بارخ خيري صباح السلام، ربنا يكون معك. تودي أبونا، أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج كل يوم بيومه. أبونا اليوم موضوعنا جدا مهم اللي هو يمكن الخدمة بشكل عام، يا ريت هيك بالبداية تعطينا فكرة عامة عن شو هو مفهوم الخدمة بالشكل العام. المجد لربنا يسوع اللي أعطانا هالفرصة نمجد اسمه ونكون خدام، نظهر دائما نوره للناس، كان بالتلفزيون أو إن كان طريق خدمتنا بالكهنوت أو إن كنا الناس عم نحاول نخدم بالكنيسة بشتى الوسائل. اليوم الخدمة مفهومة شوية منسي بحياتنا، يعني نحن عادة لما نطلع على الخدمة بنشوف دائما تكريم، بنحاول ندور على الشهادة بالخدمة، بنحاول نشوف إنه نحن وصلنا لمستوى معين بالتعليم، ولكن بكل بساطة إذا طلعنا على مثل ربنا يسوع المسيح لما تكلم مع بطرس الرسول وقال له ارعى خرافي، قال له أتحبني؟ قال له نعم يا رب إني أحبك، قال له ارعى خرافي. بعد ما اعترف في المحبة لربنا هناك قال له ربنا أنت هلا ممكن تكون مستعد فارعى خرافي، رغم كان كل ضعفاتك أنت حب فأنا بعطيك خرافي. فالمفهوم تبع الخدمة بكل أساسياته هو عبارة عن حب. أنا لما أحب خدمتي، لما أحب المخدوم، أنا لما أحب الله هناك تتمحور كل خدمتي. فربنا يسوع المسيح كان واضح بشيء آخر، إنه كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وهون الخادم بلش يتمحور فكر الخدمة عنده، إنه أنا بالمحبة، إذا ما كان عندي محبة فأنا مثل صنج برن بدون فائدة، ولكن بالمحبة أنا بكتمل بالله، والمحبة هي بتخليني أشوف شخص السيد المسيح بالآخر. وبعدين بيقول مثل يوحنا المعمدان، له ينبغي أن ينمو ولي أن أنقص. فهون تتمحور مفهوم المحبة بالخدمة، وهون تتمحور أنه أنا أشوف المسيح بالآخر، وبتتمحور أنه أنا أنقص أما هو فينمو والآخرين يشوفوا المسيح عن طريق الخدمة اللي نقدمها. يعني اليوم الخدمة لحتى تكون على مثال ربنا يسوع المسيح إجبار تكون مقرونة بالمحبة، إذا ما كانت يمكن المحبة موجودة بهيدي الخدمة فلا تدعى يمكن خدمة بتمجد اسم الرب الإله. لهيك اليوم أبونا السؤال، هل كل شخص يمكن تعطى له صفة الخادم هو يمجد اسم الرب الإله بشكل تلقائي بس لأنه عم بيخدم شخص آخر؟ ممكن انه في اشخاص بيكون اسمهم خدام ولكن بيكون يخدموا ذاتهم مو سيدهم. وهذا الشيء شفناه كثير بامثله كثير بالكتاب المقدس، انه بيدوروا على الذات تبعتهم، بيدوروا انه بدل ما انه يظهروا المسيح عن طريق اعمالهم وخدمتهم بيشوف انه بيظهروا ذاتهم، يعني الكلام اللي بيسمعوه بتحسسوا فيه. يعني شوف عندنا مثل فينا نعطي مثل غسل الأرجل، سيد المسيح أعطانا إياه. في ناس ممكن إنه تعمل غسل الأرجل من أجل تظهر ذاتها، ممكن تعمل غسل الأرجل من أجل تظهر المسيح وتواضع، وهذا الشيء ما ببين عادة، بس بعدين ببين بالخدمة إنه بتصير تشوف الناس تبتعد عن المسيح اللي كل مجد، وفي ناس بخدمتها بتقرب الناس للسيد المسيح. فطبعا ما فيك إنه في أنواع كثير من الناس، في ناس عندها نقائص، في ناس عندها ضعفات، في ناس عندها مفهوم روحي للخدمة. فليش أنا بلشت في المحبة؟ لأنه المحبة بتخليك تضحي، بتخليك تتواضع. أما الإنسان اللي بيحب ذاته ما رح يقدر يتواضع، ما رح يقدر يوصل ربنا يسوع المسيح للآخرين. فمن السهولة إنه تشوف ناس كتير ممكن تخدم والناس بسببها تبتعد عن ربنا، فلأنه بدوره دائما إنه أنا أظهر ولكن المسيح ينقص، اللي هو عكس ما قال يوحنا المعمدان.
يعني اليوم الحكمة بمعرفة أو يمكن تمييز الأشخاص يلي يوصفوا بالخدام، نعرف إذا كانوا عن جد خدام حقيقيين بمجدوا اسم الرب الإله، أو كانوا خدام بس لحتى يمكن يبرزوا حالهم ويعلوا شأنا، أو حتى يمكن يلاقوا مقابل، لأنه اليوم الخدمة على مثال ربنا يسوع المسيح أبدا يمكن ما بتنطر مقابل إلا المقابل من الرب. أبونا، طيب بطبيعة يمكن الإنسان أو يمكن كل الأشخاص بيلاقوا أنه الإنسان دايماً بيسعى لحتى يكون عم بيخدم من قبل الآخر، ولكن ليه في أشخاص واللي هو مفروض هيدا على كل إنسان يكون عم بيعيشه، ليه منلاقي أشخاص أو شو الأسباب اللي بتدفع المرء اليوم لحتى يخدم الخدمة الحقيقية اللي هي الخدمة اللي بتشوف الرب يسوع المسيح من خلاله؟ أسباب كتيرة، فينا نعدد بعض الأسباب. يعني نحن بشكل عام نحن عبارة عن صورة الله، وربنا حط فينا مواهب وحط فينا وزنات روحية نقدر نستغلها. بحد ذاتها الكلمة إنه ربنا حط موهبة فينا، ما أعطانا مثل آخر مثل الوزنات. واحد من الوزنات المثل الأساسي الآخر، واحد العبد الأخير أعطاه وزنة وطمرة، ولكن بتشوف اللي عنده وزنتين واللي عنده خمس وزنات اشتغلوا بكل أمانة على وزناتهم، فبتشوف انه استغلوا المواهب والوزنات الروحيه اللي ربنا اعطاهم. يعني في ناس بتخطط عند انشاء افكار مبدعه، بتشوف انه لما لانه عندهم محبه لله بتشوف بيستغلوا وزناتهم الروحيه، ومثلا حتى لو كان عندهم عزف بتلاقيهم عن طريق العزف بيجيبوا الناس للكنيسه، عن طريق مثلا موهبه الرسم، اي موهبه صغيره اي نعمه ربنا بيعطيهم اياها بتشوف بيستغلوها. فدائما الانسان الروحي اللي بيحب والخادم الحقيقي بدور على كل تفاصيل ليستغلها من اجل انه يستثمر هالوزنات. اذا بنطلع كمان بهالايام الوقت هو معيار اساسي، ففي كثير ناس وقتها ضايع تمشي بالحياه بشكل عشوائي بدون ترتيب، فبتشوف انه ما عنده استغلال للوقت. فبيقولوا الآباء إنه العقل الفارغ هو معمل للشيطان، بمعنى إنه أنا كإنسان لما ما يكون عندي استغلال لوقتي بيكون أفكار بتاخدني، أفكار بتجيبني. فأنا عشان أخدم ربنا أعطاني العقل لازم أبلش أستغل التفكير والوقت من أجل إنه أبني وأعمل كل شيء لائق لأهدي وقتي وأستفيد منه وما أضيع وقتي حتى لو كان ثواني صغيرة من أجل أنه أكنز لإلي كنوز في ملكوت السماوات. بيجي على بالي كمان أنه أنا ممكن أستغل أي شيء من أجل أنه أخذ بركة وأقترب لله. فبتشوف أنه ناس عادة بتنسى، بتفكر أن الله نسي تعبه، نسي أنه شوف تجارب كثيرة، فبتشوف أنه بتعبه بسرعة. ولكن اذا نحن فكرنا بايجابيه وروحانيه جديه بنشوف انه بعبرانيين بيقول لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه التي اظهرتموها نحو اسمه. فبتشوف في ناس تتعب لانه بتحب ربنا، فبتستغل كل تعب من اجل انه تقرب لربنا، وهي عارفه انه ربنا ما راح ينسى اي تعب لها. الشيء الاخير ممكن اجيبه اللي بيخليني استغل انه اخدم، لانه نحن ربنا يسوع المسيح له بكل مجد سمانا ملح الارض ونور العالم. اذا بنطلع لي بتشوف انه في كثير ناس موجوعه لانه ما في خدمات كثيره ما اوقات بالكنيسه. فبتشوف انه دائما بتتذمر على الله انه ليش يا رب ما في هيك شيء، وليش ما في مرشد، وليش ما في. فبتشوف السلبيه تتمحور حواليهم وبتنسيهم عمل الله. ولكن إذا نحن فكرنا بشكل آخر، فكرنا بإيجابية، نتطلع أنه نحن ليش ما ربنا لما ربنا عم بيسمح لنا أنه نخدم، ليش ما نستغل هالفرصة من أجل الشيء اللي أنا كنت أتمناه وجعلني ربنا نور العالم وملح الأرض، أنه أنا أكون وأبلش أكون كرياتيف وخلاق وأبلش أنا أخدم بالشيء اللي أنا كنت أتمناه. فهيك بتشوف انه بصير ما بقى كلام عندي، بصير لا بالكلام وباللسان بل بالعمل والحق. وهيك انا ببلش احط خطوات، ابني طوبه على طوبه من اجل انا احط طوبه والاخر يحط طوبه
وهيك نحن بندور على مجد الله، وبصير انا استغل اي شيء من اجل السيد المسيح ينمو وانا انقص، ومن اجل الناس الشيء اللي انا كنت اتمناه اكيد في غيري بتمناه. فهيك نحن بنبني الخدمه وبنعطي مجال وبتنمو وبتثمر وبتمجد اسم ربنا. أكيد يعني اليوم أبونا فعلا كل شخص لازم يقوم بدوره، يمكن ولا مرة يقول أنه بملك أي شيء، بالعكس مثل ما ذكرت حضرتك أبونا أنه ربنا عاطي للكل، لكل شخص منا وزنات روحية أو حتى مواهب روحية نحن قادرين نكون عم نستغلها لخدمة الآخرين، وحتى نكون يمكن عم نخدم الآخرين مش بس لحتى نعظم بحالنا ونبين قيمتنا قدامهم، إنما بالعكس لحتى نكون ناطرين المقابل من الرب يسوع. أبونا طيب، فحوى موضوعنا اليوم حول الخادم الحقيقي اللي بيمجد اسم الرب الإله، اليوم شو هي الصفات اللي بيتميز فيها هيدا الخادم؟ هذا سؤال كثير مهم، وبيخلينا نعرف كل هالكلام اللي قلناه قبل شوي، انه اذا انا عندي صفات الخادم، اذا فحصنا نفسنا وقدرنا نشوف نحن هل احنا عندنا صفات الخادم او هل فينا نكون خدام، فلازم يكون عندنا صفات اساسيه، او اذا ما كانت لازم نصلي من اجلها، من اجل ربنا يعطينا النعمه انه نقدر نخدم. اهم شيء، واحدة من الأشياء المهمة طبعا في كثير صفات، هي الأمانة. وربنا كان واضح بإنجيل لوقا 12 35 الآيات ل 37: كونوا على استعداد وأوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، هنيئا لهؤلاء الخدام الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. السهر بيخلي عندي أمانة، يعني الأمان اتجاه الخدمة الوزنة بيخليني ما أنام إلا ما أنا بقول له يا رب اليوم قد أكمل. فالصفة الأساسية، واحدة من الأساسيات اللي بتخليني أكمل بالمحبة، اللي هي الأمانة، أكون أمين من أجل إيش ربنا أعطاني، ما أفكر في ذاتي، أقول له يا رب إيش سلمتني عم بعطيك إياه، اشتغلت عليه وأثمرته وضاعفته، من أجل أنه بيقول له أنت كنت أمين على القليل فسأقيمك على الكثير. الصفة الثانية المهمة أيضا هي التواضع، اللي بيخلي الخادم ينكسر عادة. العلامة إسحاق السرياني بيقول أنه لما الإنسان بالخدمة يتضايق بسبب كلام الآخرين، هون يعرف هالشعور المضايقة هو بسبب بحثك عن الكرامة. التواضع هو عبارة أنه أنا ما أدور على كرامتي، أدور على شخص المسيح، مظبوط؟ مين عندنا المثال الأساسي في التواضع؟ هو سيد المسيح. سيد المسيح من أهم الشغلات اللي علمنا إياها غير غسل الأرجل، أنه هو كان جالس في عرشه في السماء واختار بإرادته أنه يتواضع ويولد من العذراء مريم ويصير عنده جسد، يصير بشر، رغم أنه هو الإله الخالق أخذ جسد. فهذه قمة التواضع الآباء القديسين بيعلمونا إياها. نعم يعني أبونا عفوا، يعني إذا تعرض الخادم للإهانة المطلوب منه أنه ما يكون عم بيرد على الإهانة؟ طبعا، لأنه في نوعين لازم نميز نوعين بهذا الخصوص. أنه أنا لما ما أدور على ذاتي، لما ما أبحث عن ذاتي، فأنا إيش ما تيجي إهانة شخصية لازم أنه أخليها تروح، أصلي أطلب من ربنا نعمة أنه يحوطني بقوة صليبه، بنعمة من عنده، بستر مثل ما بنقول يوثب سيتوري الجالس في ستر العلي، نحن جاء يحمينا تحت ستره من أجل أنه لا تأثر فينا سهام العدو، سهام إبليس. أما الإنسان الخادم اللي بدور على مجد الله، طبعا لما يسمع كلام عن الله، إهانة عن الله، لازم يرد، لازم يعلم. فهو لازم نميز بشغلتين، لما تيجي الإهانة شخصية، الله بيقول، ربنا بيعلمنا بالكتاب المقدس انه اجعلوا مكان الغضب للنقمة انا اجازي. فهو ربنا اللي بيحاسب، انه هو بيقول منكم مس حدقت عيني. وبينما لما تيجي اهانة لله او للخدمة، فنحن بنرد على الخدمة، بنرد على هاي الاهانة بتعليم بحسب الرجاء الموضوع فينا. وهون ببين التواضع، ببين انه حتى ربنا يسوع المسيح على الصليب علمنا وضحى، فما ما ما جاوب، بالعكس انما سامح وقالنا باركوا لاعنيكم، صلوا للذين يسيئون اليكم، ما قال ردوا عليهم، ما قال رد وحده في وحده، قال سامح، بارك، صلي. فهذا ببين انت
عم تظهر مواهبك أم تظهر الله. فلما أنت ما يتوجه شيء لإلك فأنت بتشوف أنه أنت فعلا ما عم تعمل أبزور، ما عم تأخذ هالكلام وبتحوله لنفسك، إنما بتحول نفسك للمسيح وبتشوف السيد المسيح بتقول له مع آلامك يا يسوع، المجد اسمك يا رب، سامح يا رب، لا تحسب لهم هالخطيئة، مثل استفانوس كمان. فهيك بتشوف إنه هذا الشيء بيصير بيصير ما فقط بالكلام، إنه بيصير بالمحبة، وأنا يعني بهالمحبة بكون قوي وبقدر أخلص الآخرين. صفة مهمة كمان، إذا لأنك سألتني عن الصفات، الوداعة. الوداعة مطلوبة بهالأيام كثير. نحن عادة كثير أوقات مندور على ذاتنا، بهالأيام بتشوف الإنسان دائما بحب إنه الآخرين يسمعوه، بينما آبائنا القديسين علمونا إنه المخدوم بيحتاج حدا يسمعه، بيحتاج إنسان يكون وديع مثل ربنا يسوع المسيح. بتشوف إنه محتاجين خادم يبتسم، محتاجين خادم يقدر يسمع الآخرين. إنه عادة منشوف خدام كتير بيحاولوا إنه يظهروا نفسهم، بيحاولوا دائما إنه أنا أقول شو بدي، بدي الآخر يصير مثلي، ولكن ربنا علمنا نكون وداعاء مثله. والوديع هو اللي بيخلي الإنسان الآخر ما يشعر بدونية، يعني لما أجي أحكي معك بتكلم معك ما بتخليني أشعر بدونية، ما بتخليني أشعر إنه ربنا ما بيحبني، ما بتخليني أشعر بجوجمنت بحكم، إنما بتخليني أشوف ربنا فيك، بتخليني إنه أشعر إنه فرحة مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فبتشوف إنه هالإنسان بيقدر يخلي الآخر يشوف ربنا فيه، مو أنا بدي أحول الآخر مثلي مثل خبرتي وأخلي الآخر يصير مثلي. وشيء مهم كتير إنه هو أكون خادم، إنه عندي نظام، ما عندي بعشوائية، لأنه إلهنا إله ترتيب وليس إله تشويش. فبتشوف حتى يسوع المسيح بمثل تكثير الخبز والسمك، بتشوف قلهم علموه جلسوهم 50-50 فرق، وبعدين مش بس هيك بس جلسوهم وانتهى الموضوع، إنما بيقولهم بعدين خلنا نجمع السلال. فبتشوف إنه ما عمل ويست، ما ضيع حتى فتات الخبز، إنه فيها بركة. وعلمنا إنه كيف نحافظ على كل شيء ويكون عندنا نظام، اللي بتشوفه بالكنيسة، الآباء القديسين علمونا وحطوا نظام بالكنيسة، ونحن هيك لما نبلش نقدر نفهم النظام بنقدر نفهم معاني الروحية الكنيسة اللي دائما بتحاول تعيشنا إياه. شيء أخير بحب أحكي عن صفات الخادم، هي القداسة. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنا كخادم لازم أسأل نفسي، هل أنا بعيش القداسة؟ هل أنا بمارس الوسائط المسيحية الروحية من صلاة وصوم وقراءة كتاب مقدس، حياة قديسين؟ لأنه عادة أنا بحاول أوجه كلامي اليوم للمخدوع، للخادم اللي بشوف حاله ضعيف بعد كل هالكلام والصفات وهالأهداف. أنا ممكن أشوف حالي ما بستحق أخدم، ولكن كلام اليوم ما هو ليأس هالأشخاص، إنما لنرجع نثمر قديسين. يعني هل أنا بخدمتي عم بخرج قديسين؟ هل أنا عم بلبس مثلا عندي حشمة داخلية وعم تعكس علي من الخارج، إنه أنا بلبس لباس بليغ بالخدمة؟ كلامي اللي بتكلمه هل بأثر للآخرين؟ هل فعلا أنا يعني واحد من الآباء بيقول على الخلوة، هل أنا بختلي مع ذاتي، بختلي بكتابي، بختلي بحياة القديسين؟ من أجل لأنه بيقول بحياتك إذا أنت ما كان عندك خلوة مثل سفينة، سفينة ما فيها عدة، بس طالعة بالبحر في أمواج، ففورا أي أمواج بتيجي تقلبها وبتضعف وبتنكسر. فهذا هو الخادم، إنه أنا ما بدور على الموضة، ما بدور على الوسائل، قد ما بدور بصلاتي بحياتي القداسة أنا بقدر أوصل الآخرين. لأنه في شيء مهم كتير لازم نذكره بنهاية هاي الصفات، بيقول يشوع بن سيراخ، بيقول يا بني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت في البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة. إذا هالصفات كلها ما قدرت أدرك إنه أنا في تجربة بعده وما قدرت أطبقها، راح أصير مثل خشبة بالبحر، أي شيء بياخدني أي شيء بيجيبني
أي كلام من الآخرين بيكسرني وبيحبطني وبوقف خدمة ربنا، مش لأنه أنا بدور على ذاتي، إنما أنا ما عم بقدر أختلي مع نفسي، ما بقدر أتقوى، ما بقدر أوصل ربنا لأنه ما بوصلني بخلوتي. فما كيف الفاقد الشيء بيقول بالمثل ما بقدر يعطي، تمام؟ فهي هي الصفات، وفي كتير صفات بس هدول الأساسيات: المحبة، الأمانة، التواضع، والقداسة، والتنظيم. نعم أبونا، يعني صفات عديدة جدا مهمة ذكرتها عن صفات الخادم الحقيقي يلي هدفه بس تمجيد اسم الرب الإله، مش تمجيد نفسه وذاته قدام العالم. أبونا أنا بدي أتشكرك على مشاركتك معنا اليوم ببرنامج كل يوم بيومه، بس قبل ما نكون عم نختم، أي كلمة ختامية بتحب تشاركنا فيها اليوم مع المتابعين؟ أكيد أكيد، شكرا كثير لهالفرصة الحلوة، وأنا أقل خادم وأضعف واحد، ولكن منشارك بالشيء اللي بنقدر فيه بالخدمة وبالحياة اللي بنتعلمها دائما، وربنا أعطانا مجال نتعلم، وهي واحدة من الصفات إنه دائما نتعلم نحضر ونبدع في الشيء اللي ربنا بيعطينا إياه. بحب أختم بإنه أقول لك كل خادم، وأول واحد نفسي، وحتى اللي بنخدم حتى بالتلفزيون، حتى بالبيت، بالكنيسة، بالكوير، شمامسة، بالمدارس الأحد، بكل تعليم، لا تشعر أنك لوحدك. بربنا بيقول حيث أنا أكون هناك يكون خادم. ربنا كثير واضح، ربنا كثير واضح في الشيء، ربنا معك حتى لو في تجارب وضغوطات. قل له يا رب أنا عم بحس بغضب، مش قادر أمسك الصف، مش قادر أرتل كويس، مش عم بقدر أصلي من قلبي. قل له يا رب أنا ضعيف، كملني. أنت قلت قوتي في الضعف تكمل. اليوم اجعلني يا رب بعد ما سمعت كل هالصفات، اجعل روحك القدوس يساعدني انه انا اثمر واعطي 30 و60 و100. يا رب علمني ما ابخل، علمني ما اكون اناني. اذا عندي معلومات، عندي كتب، عندي باوربوينتس، اشاركها مع الاخرين، مع الخدام. ما استنى بس انا اظهر واستخدم المواد اللي عندي. علمني اكون امين، لانه انا محتاج يا رب دائما اشوفك انت بالاخرين، مو أشوف ذاتي، مو أعلمهم كيف أنا تعلمت. اجعلني أنبوب خالي نظيف، ما أنقل أوساخي وضعفاتي وأثر الآخرين، ما أعثر حدا. ولما أسلم الأمان اللي أعطتني إياه، إن كان طلاب صغار، إن كان ترتيل، إن كان خدمتي ككاهن، إن كان خدمتي كشماس بالهيكل، إن كان خدمتي بالبيت، أعطيني دائما أقول لك كل يوم لقد أكمل، مثل ما علمتنا على الصليب. شيء مهم بحب أذكر فيه الخادم، مثل دائما نحن بس يسألونا أنت بتحب تكون مين كخادم. كثير منا بشوف بيقول مثل مار بولوس، مثل مار بطرس، مثل مار سيويريوس، مثل مار فيكسينوس، ولكن دائما في مثل بعقلي وتعلمته من أحد الخدام، أنه نحن نكون مثل الشجرة. أي شجرة؟ شجرة المثمرة، ولكن اللي موجودة مع موجودة بأريحة. لما ربنا يسوع المسيح دخل على أريحة، شاف زكى العشار، مين اللي خلى زكى يطلع ويقدر يشوف السيد المسيح والسيد المسيح يحكي معاه؟ الشجرة. فأوقات كتير نحن بنكون بحياتنا ما مبينين، ما ظاهرين بخدمتنا، ولكن نقدر نكون مثل الشجرة، نرفع الآخر حتى لو ما حدا شافنا، حتى لو ذكرى عند المسيح ولسه الشجرة ما حدا شايفها، بتشوف انه انت عملت عملك. قل له يا رب علمني ما اظهر نفسي، ما اطلب المجد الباطل، ابعد عني كل مجد من البشر، ابعد عني كل تعليم، كل روح بيخليني ما اكون امين. شيء بحب اوجهه واكد بهالايام خاصة التلفزيونات كتيرة اللي بتعلم تعاليم غريبة، انما أكون أنا ماشي على التعليم مثل تعليم كنيستنا، هالتعليم اللي بيخليني أكون ماشي على نفس خط الكنيسة، ما أعطي شيء من عندي، ما أعطي شيء جديد، هالجديد اللي بعطيه أبدع فيه، إنما أمشي على تعليم الكنيسة الأرثوذكسية وتعليم الآباء، اللي بيخليني دائما أكمل بهالأمانة اللي جيل بعد جيل آبائنا دائما أظهروا مجد ربنا فيه. ودائما أقول له يا رب من أجلهم قدس ذاتي، يعني يكون عندي رؤية. بختم بهالشيء، إنه يكون عندي رؤية للمدى البعيد،
يعني اذا انا بالكوير دائما اكون خلاق، اجيب تراتيل من الكنيسه انه تخلي الناس تشعر بال 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 بالروحانيه تبعت التراتيل تبعتنا. مثلا اذا انا كنت مثلا بالخدمات الاجتماعيه بالكنيسه ضمن لجنه الاجتماعيات، اقدر اجمع الناس بمحبه، حتى لو كان عندي الصيانه والمال، علمني يا رب اكون امين، كيف نقدر نصرف بخدمات تمجد اسمك، نجمع الناس. حتى لو كنت مثلا مجلس الكنيسه، اعطيني يا رب حافظ على سلامه الكنيسه، نقدر نحافظ على وئام ومحبه الكنيسه. ككاهن علمني يا رب اقدر اوصل اعطي اهتمام، خلي الناس تشعر بوجودك بان سؤالي عليهم. وهيك الشيء الاخير اللي بختم فيه انه تخلي المحبه هي الدافع الاساسي لخدمتنا، وانكار الذات اللي هي الطريق فيها، والشيء اللي بيكمل كل هذا اللي هو الصلاه، انه تكون هي العون الدائم لإلي اللي تنقيني من كل شوائب اللي باخذها كل يوم، عشان مثل ما ربنا وعد اللي بيكون امين للمنتهى بياخذ اكليل الحياه. فانا بصلي اليوم لكل خادم، كل يوم بالقداس، كل احد لما بذكر الكنيسه، بنصلي من اجل المجمع، من اجل سيدنا البطرك، من اجل كل المطارنه، من اجل كل الكهنه في كل مكان، الخدام، الكليروس، الرهبات، الشمامس، الشمسات، الناس ببيوتهم، من اجل نشوف كل واحد وزنته ونقدر نكون امنين ونمجد اسم ربنا له كل مجد ووقار وسجود واكرام الان كله عند الدائرين. امين. فعلا بيكفي اليوم بخدمتنا بأي نوع خدمة نحن بنقدمه بالحياة، أنه ربنا في عنا الرب يسوع المسيح له كل المجد، هو اللي إشعنا. ما نفكر مثل ما ذكرت أبونا دايما أنه خدمتنا تكون للفت الأنظار أو لحتى ينعطانا قيمة أكثر من العالم، بالعكس ربنا هو اللي لح يعطينا بالمقابل. وكلمة روحية عن جد بتخلينا نتأمل فيها بشكل جدا واسع ونستمد منها كل العبر. أبونا القس جورج باسوس، كهن بأبرشيد كندا للسريان الأرثوذكس، تودي ساجي على مشاركتك معنا اليوم، على أمل أكيد أبونا نعم نستضيفك بحلقات مقبلة لحتى نكون عم نحكي عن مواضيع روحية كمان تاني. شكرا شكرا، الله يحفظكم ويبارككم. تودي ساجي.